بسم الله الرحمن الرحيم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، صدق الله العظيم. بفضل الله تعالى منحت أكاديمية البحث العلمي بالقاهرة السيد الدكتور المهندس رجائي ترك براءة اختراع في 20 من شهر فبراير عام 2011 بتسلسل رقمي 28669، وذلك عن فكرة علمية رائدة في حماية الإنسان من جميع الكوارث الطبيعية. فقد توصل الدكتور رجائي ترك إلى تصميم وتنفيذ كرسي مصنع من عدة أنواع من الفايبر، يتحول إلى كبسولة بيضاوية الشكل في جزء من الثانية عند حدوث الخطر، إيمانا بأن الشكل البيضاوي مبني على نظرية إنشائية ربانية تجعله يقاوم الضغوط والصدمات بشكل فائق من أجل حماية ما بداخله. لذلك فالبيضة تعتبر رمز الحياة ورمز الحماية على الأرض، وهذه الكبسولة تستطيع أن تحمي الإنسان من سقوط الطائرات أو تهدم المنشآت أو خطر الحريق أو غرق السفن، بل هي قادرة على الحماية حتى مع أسوأ الكوارث كالانفجار المفاجئ لطائرات الركاب. فعند لحظة الانفجار يتغير الضغط الجوي داخل الطائرة في هذه اللحظة، وفي أقل من الثانية يغلق الكرسي تلقائيا ويتحول إلى كبسولة جدارها يتكون من عدة أنواع من الفايبر لمقاومة ضغط انفجار الطائرة والصدمات ومقاومة النيران الناتجة من وقود الطائرة. وفور خروج هذه الكبسولات من الطائرة تتناثر في الجو وتخرج من أعلاها مظلة تهبط بأمان كامل بالراكب، وفور تلامسها للأرض أو البحر تتخلص من المظلة وتفتح أوتوماتيكيا، وفي حالة البحر يخرج من أسفلها وسادة هوائية تحتفظ بالكبسولة عائمة في وضع رأسي، مع الأخذ في الاعتبار أن الكبسولة تحتوي بداخلها على وسائل إعاشة وأكسجين تكفي لمدة 5 أيام وشنطة إسعاف كاملة، بالإضافة إلى مونيتور استرشادي مع وجود وسائل اتصال واستغاثة إلكترونية توضح أماكن وجود الكبسولة عند سقوط الطائرة أو عند التواجد تحت الأنقاض في حالة الزلازل أو في البحر في حالة غرق السفينة.